عن خلف لم يعلم أن الحياة تتجدد في كل يوم. قال العبقري أينشتاين شيئان لا حدود لهما، الكون وغباء البشر. وأما عن الكون فأنا أتوقع أن هناك حدودا له، لكن يبدو أن أينشتاين بعد أن عانى كثيرا من غباء البشر أدرك أن لا حدود له. نعم، غباء البشر لا حدود له. ولا تحسدوا ولا تجمعوا إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقول لك ألستم أنتم الحرير أفضل منها؟ ومن منكم إذا ابتغى يقدر أن يزيد على عمره ولو لحظة واحدة؟ Thank you.